مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب. النهارده معانا قيمه كبيره جدا، الدكتور عبد القادر سرور، استشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير. هيكلمنا في موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاول هيكون عن الغده الدرقيه، والموضوع الثاني عن الفتان. طب في بدايه حلقتنا يا دكتور، بنرحب بحضرتك معانا ان شاء الله في الحلقه، ويا رب كده ان شاء الله تكون حلقه جميله مفيد بيها المشاهد. عن موضوعنا الاول هيكون عن الغده الدرقيه. فانا عايز اعرف من حضرتك كلمه او مفهوم غده درقيه، معناه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الغده الدرقيه هي عباره عن غده صغيره بتشبه الفراشه بالظبط، موجوده في الرقبه، بتتكون من فصين، فص يمين وفص شمال، وموصولين ببعض بجزء او نسيج من نفس الغده واصل بين الاثنين. الطبيعي في الغده الدرقيه انها ما بتكونش واضحه او ملحوظه عند الشخص، لكن طبعا تبدا تظهر وتضخم في حاله حدوث مشاكل في الغده يعني. تمام. طب دكتور، لو عرف يعني ده تعريف الغده عامه، لو اتكلمنا عن وظيفه الغده بقى حضرتك هتقول لنا ايه؟ الغده الدرقيه بتفرز هرمونات مهمه جدا بتتحكم في حيويه ونشاط خلايا الجسم كله تقريبا، عن طريق انها بتحفز الخلايا ديت انها تفرز انواع معينه من البروتينات، بتحافظ على حيويه ونشاط الخلايا زي ما قلنا، بتساعد في معدل استهلاك الاكسجين للخلايا ديت برضه، يبقى بتساعد على الحيويه طبعا. تقريبا هي بتتحكم في كل وظائف الجسم. تمام. إيه طب دكتور عبد القادر، فحضرتك هتقول لنا اعراض الغده من حيث نشاطها ايه ومن حيث كسلها ايه، الاثنين مع بعض كده على حده. زي ما حضرتك بتقولي، هو اشهر نوعين للغده او اختلال الغده، يا غده بنسميها كسوله او خمله. ودي بيكون الغده نفسها بتفرز كميه هرمونات اقل من اللي الجسم محتاجها. تمام. وفي الحاله دي بنلاقي العيان نفسه بيشتكي ب نوم فترات طويله جدا، شعور دائم بالتعب والاعياء، ومفيش نشاط في عموما في حياته، حتى في عدم التركيز وبطء في التفكير، والى حد ما بيبقى في ضعف في الذاكره. الحاجه الثالثه برضو ان هو بيبقى مش بيتحمل البرد كتير، يعني دايما لا عنده احساس عالي بالبرد وبال يعني دافع عن كده دكتور، زي ما بنقوله دافع عن في الجسم كله. بالظبط. برضو لما يبقى فيه خمول في الغده بنلاقي فيه تقلبات كبيره جدا في المزاج، وخصوصا بيبقى زي اكتئاب موجود، وخمول في العواطف. بالنسبة للسيدات بيبقى فيه عدم انتظام في الدورة الشهرية، في تقصفات كبيرة جدا في الشعر. الحاجة المهمة جدا طبعا اللي بتهم ناس كتير، هو بيبقى فيه زيادة كبيرة في الوزن، رغم ان بيكون فيه فقدان للشهية او الاكل العادي، لكن بيبقى فيه زيادة كبيرة جدا في الوزن. ده بالنسبة للغدة الخاملة او الكسولة. طيب لو اتكلمنا بقى عن الغدة النشطة تبقى ايه هي واعراضها ازاي؟ الغده النشطه بتبقى العكس تقريبا، الغده بتفرز كميه كبيره من الهرمونات ديت زياده عن احتياج الجسم او المعدل الطبيعي عن المعدل الطبيعي. من اهم الاعراض اللي العيان بيلاحظها هو فقد كبير للوزن في مده صغيره، على الرغم ان هو في الحاله دي بيكون الشهية كويسة وبياكل، ممكن ياكل أكتر من المعدل الطبيعي بتاعه، ولكن بيكون فيه فقد كبير في الوزن. العكس بقى إن هو هنا العيان في حالة نشاط الغدة ما بيستحملش الحر، يعني من أقل شوية شمس أو حر بتلاقيه بيحس بالضيق ومش مستحمل الحر النهائي، وفي البرد بقى هو مش حاسس بالبرد. يعني لحد كبير ما بيبقاش حاسس بالبرد، الناس كلها تبقى سقعانه وبطاطين، وهو بالنسبه له عنده نشاط زايد عن حده زي ما بيقولوا. شويه. على الناحيه العصبيه بيبقى في نرفزه واضحه عند العيان ده، زي ما بيقولوا كده بتخلى على اتفه الاسباب.
برضو بيبقى فيه زيادة في درجة العرق، يعني جسمه بيعرق كتير زيادة عن اللازم. على مستوى النوم بيبقى فيه أرق في فترات كبيرة جدا، وبيصاحبه أحيانا حدوث كوابيس كتير. برضو زيادة نشاط الغدة بتدي حاجة مهمة جدا، بيبقى فيه زيادة كبيرة في ضربات القلب، وده العيان بيجي يشتكي يقول لك أنا حاسس قلبي بيرفرف او ضربات قلبي سريعة انا قوي. سريعه أيوة وانا أيوة سامعها، فعلا فعلا. ودي برضو من الاعراض المهمه جدا. برضو احيانا بيحصل تغيير في الصوت، يعني الصوت يبقى بيحصل فيه تغيير معين، وطبعا بتاثر على النظر، تمام، ولدرجه ان احيانا بيحصل جحوظ في العين بسبب زياده نشاط الغده الدرقيه. بس تمام يا دكتور. طب دكتور عبد القادر، لو عرفنا من حضرتك سبب الغدة الدرقية هتقول لنا ايه؟ حضرتك سبب اختلال الغدة الاختلال. الدرقية، تمام. هو مفيش سبب واضح لاختلال الغدة الدرقية اللي نقدر نقول ان هو ده السبب اللي بيعمل اختلال، لكن عموما بتحصل في بعض المناطق اللي بيكون فيها عنصر اليود ناقص في الاكل، زي الاماكن الصحراويه وغيره. علشان كده احنا بننصح الناس دايما انها تاكل المأكولات البحريه. المأكولات البحريه هي اغنى المأكولات باليود، مع الخضروات والفواكه. دي الى حد ما ممكن تقلل نسبه اختلال الغده الدرقيه. لكن بيحصل احيانا بعض الامراض المناعيه اللي فيها الجسم بيهاجم الغده الدرقيه بتاعت الجسم نفسه. مرضين مشهورين جدا، مرض جريفز ومرض هاشيموتو، دول من الامراض المناعيه اللي بتاثر على الغده الدرقيه وتسبب اختلال الغده الدرقيه، انما عموما ما فيش سبب واضح هو المتسبب في اختلال الغده الدرقيه. طيب في حاجه مهمه عايز اسال حضرتك فيها قوي، بتقول ايه علاقه امراض الكبد عامه بالغده الدرقيه؟ هي العلاقة بين الكبد والغدة الدرقية علاقة وثيقة ومتبادلة، بمعنى ان مريض الغدة الدرقية نفسه بيبقى فيه تغيير في معدل التمثيل الغذائي والأيض الغذائي للجسم كله، وبالتالي بيأثر على وظائف الكبد، واحيانا بيعمل ارتفاع كبير في انزيمات الكبد. برضو بعض العلاجات اللي احنا بنستعملها في علاج الغدة الدرقية بتأثر على انزيمات الكبد، والعكس صحيح، ان الكبد مريض الكبد وخصوصا الفيروس سي لما بيوصل لدرجة معينة من التليفات ومرض الكبد بيأثر بالسلب على الغدة الدرقية. علشان كده احنا بنقول ان لابد سواء مريض الغدة الدرقية لابد من متابعة وظائف الكبد كل فترة، ومريض الكبد لابد من متابعة وظائف الغدة الدرقية كل فترة، الغدة بمعنى أصح. لأن العلاقة وثيقة ومرتبطة ومتبادلة بين الاتنين، بين الغدة وبين أمراض الكبد عامة يعني. طيب تمام، حضرتك وضحت لنا النقطة دي، ودي النقطة كانت مهمة جدا. لكن في نقطة برضو مهمة قوي، بتقول علاقة الغدة الدرقية ومريض السمنة. في بداية الكلام قلنا الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي أو معدل الحرق عموما في الجسم نفسه. ومن الأعراض قلنا إن في حالة الخمول بيبقى فيه زيادة كبيرة جدا في الوزن، رغم إن هو مش بياكل بالكمية الكبيرة. وده لأن معدل الحرق بيبقى تقريبا نزل لمستويات قليلة جدا. والعكس في حالة نشاط الغدة الدرقية الزيادة بيبقى معدل الحرق عالي جدا. العيان بيفقد كمية كبيرة من وزنه، رغم ان هو مش يعني رغم ان هو بياكل في حالة النشاط كميات اكبر من الطبيعي. علشان كده في حالة ان احنا هنبدأ دايت، او حد حابب ينزل وزنه او يزود وزنه، لابد ان في البداية خالص ان احنا نتأكد ان الغدة الدرقية بتشتغل بشكل سليم، مفيش خمول او زيادة في النشاط. طب دكتور، لو تطرقنا بقى لحاجة مهمة حضرتك دلوقتي هتطمن معايا بيها المشاهد، اللي هي علاج الغدة الدرقية. بيتم علاج الغدة الدرقية ازاي مع حضرتك؟ علاج الغدة الدرقية سواء الخاملة او النشطة بيبقى علاج طبي بالادوية.
نادر لما احنا بنلجأ للجراحة في خلل الغدة الدرقية، لأن نسبة كبيرة جدا من المرضى بتستجيب للعلاجات. العلاجات بتستمر تقريبا من 6 شهور لسنة ونص، وفي الغالب الجسم خلاص بيظبط على الوضع ده وبيتحسن كتير جدا على العلاجات، وما بنحتاجش الجراحات. بنلجأ للجراحة كحل نهائي في بعض الحالات، وخصوصا لو كان في لا قدر الله اورام في الغدة الدرقية، او ان الجسم مش مستجيب للعلاجات. المريض بياخد علاجه بانتظام وتمام، ولكن ما هوش مستجيب للعلاجات، مش تحسن عليه. طب دكتور عبد القادر، احنا بنسأل حضرتك برضو سؤالنا دلوقتي، هل خلل الغدة الدرقية ليه علاقة بالإخصاب عند الرجال أو السيدات؟ أكيد طبعا، هي خلل الغدة الدرقية بيأثر على معدل الخصوبة والقدرة على الإنجاب، بيأثر على القدرة الجنسية عموما. وإحنا قلنا في الكلام في الأول إن هو بيحصل زي عدم انتظام في الدورة الشهرية عند السيدات. لو رجعنا لوظيفة الغدة الدرقية عموما، هنلاقي انها بتأثر او مسؤولة عن حيوية ونشاط خلايا الجسم كله تقريبا. فلما يحصل فيها خلل بتأثر على كل اجهزة الجسم، ومنها الجهاز التناسلي. فبالتالي طبعا هي اكيد بتأثر على الخصوبة والانجاب اكيد، يعني بالنسبه للسيدات بالظبط. واحيانا بيبقى هي السبب في تاخير الانجاب، وبيكون الحل ان احنا نعالج الغده الدرقيه كويس عشان المريض يقدر ان شاء الله. ما هو القصه دي يا دكتور مستبعده شويه عند الناس او معظم الناس؟ لا لا اكيد طبعا، اللي هي مثلا في حاجه بالنسبه للانجاب، ما حصلش انجاب مثلا بالنسبه للرجل او السيده، بيستبعدوا قوي حكايه الخلل ان في خلل في الغده الدرقيه. انا بروح لدكتور النساء وهو زوجي بيروح يعمل تحاليل مش عارف ايه وكلام الياما ده، وبيستبعدوا نهائي موضوع الغده الدرقيه انها تكون سبب من الاسباب. فحضرتك وضحت دلوقتي طبعا ان هي سبب كبير مش صغير، لان هي الغده نفسها زي حضرتك ما قلت وذكرت انها مسؤوله عن جميع الاجهزه في الجسم، سواء تناسليه او جسمانيه، اي عضو في الجسم بتاثر عليه الغده لما يكون فيها خلل. ايوه طبعا، لكن هو طبعا الساده اطباء النساء والتوليد على درايه بالموضوع ده، واحيان كتير جدا بيجي لنا حالات محاوله من اطباء النساء. أكيد. لا انا بتكلم عن المريض نفسه. هو المريض نفسه طبعا ممكن ما يحطش ما هو ايه، طب ايه علاقه الغده الدرقيه بالخلفه والخصوبه والكلام ده؟ اكيد طبعا اكيد. دكتور عبد القادر، احنا كده اتكلمنا عن الغده بكل معانيها وكل تفاصيلها، ولحد ما وصلنا لطرق علاجها ايه، هنتطرق موضوع تاني خالص اللي هو الفت، وده طبعا هنسمع من حضرتك موضوع الفت عامة كله ايه، فده طبعا هنرجع مع حضرتك في بعد الفاصل. اعزائنا المشاهدين، فاصل ونعود. أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور عبد القادر سرور، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير. هنكمل حلقتنا النهاردة بموضوع جديد وموضوع مهم برضو عن الفت. دكتور عبد القادر هيقول لنا في ايه. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور. أهلا وسهلا. دكتور عبد القادر، لو اتكلمنا عن الفتاء أو الفت بمعنى أوضح، عايزة نعرفه الأول كلمة فتء دي يعني ايه للمشاهد معايا دلوقتي؟ الفتء عموما هو بروز عضو من اعضاء الجسم الداخلية في مكان غير مكانه الطبيعي. وده بيكون نتيجة ضعف في المكان اللي هيتم فيه البروز ده. ولما نيجي نتكلم على انواع الفتء هنشرح للناس الفتق اكتر وهيعرفوا معنى الفتق اكتر. طب لو اتكلمنا عن انواع الفتق هنقول ايه؟ هو انواع الفتق كتيرة جدا، لكن المشهورة عند الناس اللي الناس تعرفها اول حاجة طبعا الفتق الارابي. الفتق الارابي ده عبارة عن فتق بيبقى موجود في اسفل البطن،
وده بيبقى موجود اكتر بنسبة اكتر عند في الرجال عن الستات. واللي احيانا بينزل على الخصة ناحية الخصة. في تاني الفتق السري، يعني بيقول ان الفتق السري ده موجود في الرجال والستات تقريبا بنسب واحدة، او فوق السرة او تحت السرة. وده برضو بيكون نتيجة ضعف في جدار البطن في المنطقة دي. في فتق تاني خالص اللي هو الفتق الجراحي، ده اللي ممكن يحصل بعد العملية الجراحية. اي عملية يعني كانت، وليكن بعد عملية الزايدة، بعد الجراحة، بعد استئصال المرارة بالجراحة التقليدية، او بعد عمليات القيصريات، اي عملية فيها فتح لجدار البطن ممكن يحصل بعدها فتق جراحي نتيجة ضعف في عضلات البطن في المكان ده، او قطع للاعصاب المغذية للعضلات في المكان ده. في فتوات داخلية ما بيبانش، ما بيحسش بها العيان ظاهريا، مش بان في بطنه، زي فتق الحجاب الحاجز. وده بمفهوم بسيط بتكون المعدة اتحركت شوية لفوق، دخلت في القفص الصدري بعيد عن مكانها الطبيعي، ودي الاعراض بتكون مختلفة تماما. يعني العيان ساعتها ده بيشتكي بحرقان في المعدة، عسر هضم، ألم في منطقة المعدة باستمرار، وبيكون السبب هو الفتق. فتق الحجاب الحاجز. في فتق من نوع مختلف خالص اللي هو الفتق عند الأطفال، لو حضرتك كلمتنا فيه هنقول فيه ايه؟ هو الفتق عند الأطفال هو نفس الأنواع بتاعت كبار السن، ولكن بيكون الطفل مولود بيه. يعني ممكن نلاحظه من اول يوم بعد الولاده. تمام. برضه فتق ايرابي او سري، والفتق الحجاب الحاجز طبعا مش باللحظه، او بنلاقي الطفل بيرجع كتير، يعني بيرضع ونلاقي على طول بيرجع بعدها كتير. العلاجات طبعا مختلفه، يعني طريقه العلاج مختلفه طبعا عن في الاطفال عن الكبار، لكن ممكن تحصل في الاطفال حديث الولاده من اول يوم طبعا. طيب زي ما قلت حضرتك يكاد يكون شرحت حضرتك الجزئية دي، بس في نقطة صغيرة، أنواع الفتق عايزين نعرف أسبابه إيه؟ زي ما قلنا الفتق بيحصل في منطقة فيها ضعف أو زيادة الضغط جوه البطن، يعني واحد عنده كحة مزمنة، يعني أيوة. مريض صدر وبيكح كحة مزمنة، إمساك مزمن، تحميل على عضلات البطن بسرعة كبيرة، زي ان هو بيشيل أوزان تقيلة زيادة عن اللازم، زيادة عن مقدرته، بيؤدي إلى ان يحصل ضعف عضلات البطن، ضعف عضلة في ناحية معينة، وزي ما يقولوا كده بالعامية يقول لك ايه ده طقله عرق، هو بيشيل حاجة تقيلة. اللغة العامية هي اللي بتتقال كده بس مش مفهومة قوي. يعني بالظبط، هو ده ما شيل أوزان تقيلة زيادة عن اللازم بيحصل قطع في العضلة، ضعف في المكان ده، ويبدأ يطلع الفتق في المكان ده. ده عند الكبار، انما احنا قلنا الاطفال طبعا بيبقوا مولودين بيها كعرق خلقي موجود. طب لو قلنا في هنا فتق نوعه زي حضرتك ما ذكرت جراحي او صلبي او حجاب حاجز او ايا كان الانواع ديت، في فتق اسمه فتق دهني، وده بيفرق عن الفتق العادي ولا دي اكياس دهنيه؟ عايزين نوضح للمشاهد معانا دلوقتي الفرق بين الفتق بتاعنا العادي اللي هو عرفنا اسمائه، وبين الفتق الدهني اللي هو عباره عن اكياس دهنيه او ايه؟ نظر حضرتك بقى. هو في فرق بين الفتق والاكياس الدهنيه. واللي حضرتك قلت عليه في حاجه فعلا اسمها الفتق الدهني. الفتق الدهني ده غالبا بيحصل في منطقه فوق السره، بين القفص الصدري والسره. تمام. اللي هو بيكون منطقه الضعف الجزء اللي بارز فيها دي عباره عن دهون من داخل البطن برده. طالعه خارجه عن مكانها، فبنقول عليه فتق دهني. نعم، بتبقى خارجه عن مكانها يعني برده، من جوه البطن طالعه برده، وده عباره عن دهون، بيبقى ده فتق دهني. انما هو ده فتق برده بيختلف تماما عن الاكياس الدهنيه. الاكياس الدهنيه دي قصه ثانيه خالص وموضوع ثاني خالص. الاكياس الدهنيه دي بتبقى حاجه سطحيه تحت الجلد، في الغالب يعني تحت الجلد، مش طالعه من جوه تجويف البطن. يعني الفتق الدهني ده طالع من تجويف البطن برده، مكانه الوحيد بيبقى فوق السره، ده المكان الغالب الغالب بيه. لكن لو في جانبي ما يبقاش اسمه فتق دهني. الفتق الايربي والسري بيكون الجزء اللي طالع من تجويف البطن غالبا جزء من الامعاء. تمام.
طب دكتور عبد القادر، لو اتكلمنا عن اعراض ومضاعفات الفت عامة بكل انواعه، حضرتك هتقول لنا ايه؟ الفتق الظاهري اللي هو بيبقى باين في جدار البطن زي الإربي والسري والفخذ وخلافه، ده العيان نفسه بيلاحظ ان في حاجة بتطلع بره جدار البطن وتدخل تاني، ده اللي هو الفتق، سواء كان جزء من الامعاء او جزء دهني بيبرز مع الكحة مع زيادة ضغط في البطن، وبعدين ممكن بيرجع تاني لو نام على ظهره او كده. وده احيانا بيصاحبه ان هو العيان بيشتكي بمغص بيجي له مستمر او الم في مكان الفتق ده. انما نرجع تاني فيه زي ما قلنا فتق الحجاب الحاجز اللي هو بيبقى مؤثر على المعده، ده بتبقى اعراضه مختلفه تماما. اللي هو بيبقى فيه الم في منطقه المعده اللي الناس بتسميها فم المعده، حرقان موجود باستمرار في الصدر. وتقريبا من القيء كمان احيانا كتير بيبقى فيه من القيء، وعسر هضم طبعا موجود باستمرار. حضرتك لو كلمتنا عن طرق العلاج بالنسبه للفتاء، هنحط في يعني مفهومنا نمبر 1 الاول الجراحه، فحضرتك هتكلمنا بقى تقول لنا ايه في موضوع العلاج ده؟ هو طبعا علاج الفتق هو جراحي بالاساس، ما فيش علاج دوائي للفتق، ولكن عمليه جراحيه بيتم فيها زي ما بيقول تصليح الفتاء، اللي هو تقويه المكان اللي هو ضعيف في جدار البطن، وبنستخدم حاجه اسمها شبكه جراحيه ديت علشان تدعم المكان وتخليه اقوى من الاول، بحيث الفتق ما يرجعش تاني. ده طبعا في الفتق اللي ايه العادي اللي هنا الظاهري. انما فتق الحجاب الحاجز لا، ده عمليه تانية خالص بيتم فيها ارجاع المعده لتجويف البطن في مكانها الطبيعي، ونقفل الفتحه اللي هي قطرها الزياده او واسع في الحجاب الحاجز. طب دكتور عبد القادر، سؤالي المهم بقى دلوقتي بالنسبه لعمليات الجراحيه، حضرتك بتفضل الجراحه العاديه ولا المنظار الجراحي في عمليات الفتق؟ واي شخص او اي مريض بينفع معاه الموضوع ده؟ هي دي نقطة مهمة جدا، لان هو الشائع العمليات الجراحية بالفتح الجراحي العادي التقليدي، ودي عملية ناجحة جدا، وفي 90% من الحالات بتبقى من غير المضاعفات والفتح ما بيرجعش تاني. لكن الجديد والحديث طبعا ان العمليات دي بتتم بالمنظار الجراحي، زي ما قلنا في اول حلقه ما فيش جروح كبيره، ما فيش فتحات كبيره، هي مجرد فتحات صغيره لا تتعدى من نص سنتي لسنتي، ودي بفوقتها الكبيره اللي اتكلمنا فيها في الحلقه الاولانيه، ان ما فيش الم بعد العمليه. سرعه العيان بيرجع لشغله ويمارس حياته الطبيعيه في اسرع وقت ممكن، بخلاف طبعا العمليات الجراحيه التقليديه. وفي نفس يعني سواء في العمليه الجراحيه التقليديه او في المنظار، طبعا لابد ان احنا بنستخدم شبكه جراحيه جيده. ده كان سؤالي اللي هقوله لحضرتك حالا. سواء في الجراحات التقليديه او المنظار الجراحي، طبعا بنستعمل شبكه جراحيه من نوع جيد. زي ما قلنا عشان تقوي المنطقه ديت من جدار البطن، وبالتالي بتساعد ان الفتق ان شاء الله ما يرجعش تاني. ما يرجعش مره ثانيه. فاحنا بنستعمل طبعا في المنظار الجراحي، عدم استعمال شبكه بيزود احتمال ان الفتق يرجع تاني. طب عايزين نطمن برضو المشاهد في نقطه مهمه جدا جدا، حكايه رجوع الفتق بعد العمليات الجراحيه او عمليات المنظار يكاد يكون مش بنسبة كبيرة، بنسبة ضئيلة ممكن، بس هل ده بيرجع لسوء يعني استعمال المريض لحياته بقى الشخصية العادية، ولا بيرجع لإيه؟ رجوع الفتق. هو رجوع الفتق بعد العملية بيحصل في العالم كله، ولكن بنسبة ضئيلة جدا زي ما حضرتك بتقولي، لا تتعدى 1%، وده ليه أسبابه، سواء اثناء العمليه ان ما تمش تصليح الفتق بصوره كويسه، ما استعملناش شبكه من نوعيه جيده، واسباب تانية بترجع للمريض نفسه ان هو ما حافظش بعد العمليه، لان احنا بعد عمليه الفتاق احنا بنطلب او بندي نصايح معينه للمريض المفروض ان هو بيمشي عليها،
فعدم التزام المريض بالتعليمات دي طبعا ممكن تخلي الفتق يرجع تاني. طيب دكتور عبد القادر، حضرتك يعني هتشرح لي كده شرح بسيط أهمية المنظار الجراحي في عمليات الفت زي ما اتكلمنا عليها في عمليات استئصال المرارة بالمنظار الجراحي، هنقول ايه الميزات اللي ممكن يعني يستفيد منها المريض عملية الفت بالمنظار الجراحي؟ هي مميزات المنظار الجراحي في اي عملية عموما، يعني سواء فت او مرارة او ايا كان نوع العملية. احنا قلنا ان مفيش جروح كبيرة في جدار البطن، وبالتالي بنتفادى حاجة احنا قلناها النهاردة اللي هو الفتق الجراحي، فتق كبير قطع عضلات او قطع عصب للمغازل العضلي ممكن يعمل فتق جراحي، فاحنا بنتفادى الكلام ده كله تماما طبعا. قلنا ان الالم اللي بيحصل بعد العملية يبقى اقل بكتير جدا، المريض بيبدأ يمارس حياته ونشاطه الطبيعي في خلال ايام معدودة بخلاف الجراحات التقليديه طبعا. فدي مميزات عامه للمنظار في اي عمليه ايا كان، اي عمليه مش خاصه الفتق يعني. لا اي عمليه ايا كان. طب دكتور عبد القادر، سؤالي الاخير واللي بنختم بيه الحلقه الجميله اللي انا مش عايزه اختمها مع حضرتك طبعا بس عشان وقت البرنامج، اهم حاجه عندي بقى دلوقتي عشان المشاهد يبقى مطمن معانا، نصايح حضرتك العامه لمريض الفتق سواء قبل او بعد العمليه بتكون ايه؟ النصايح قبل العمليه طبعا ان هو يعمل عمليته بدري على قد ما يقدر، يعني ما يستناش لما يحصل مضاعفات. كل ما عملنا عمليه الفت بدري ولسه جدار البطن ما زال برضو فيه بعض القوه ومحافظ على قوه العضلات، ده بيساعدنا كتير جدا في العمليه ان هي ما ترجعش بعد ما نعملها. الحاجه الثانيه ان هو كل ما يستنى لا قدر الله ممكن يحصل مضاعفات كبيره جدا زي ما قلنا، ممكن توصل انسداد معوي، ممكن يحصل غرغرينه في الامعاء اللي احنا بنضطر نستأصل جزء كبير من الامعاء ونوصل السليم، ودي عمليه طبعا كبيره غير عمليه الفتق خالص يعني. دي نصايح للمريض قبل العمليه ان هو يعمل عمليته بسرعه على قد ما يعني او اي ما نحس باي حاجه اللجوء للطبيب المختص طبعا. لان هي في ناس بتبقى عارفه انها عندها فتق ويقول لك ايه، لا ما خلاص انا مش عامل لي مشاكل دلوقتي، ما هو مش عامل مشاكل دلوقتي لكن ممكن في اي وقت يعمل مشكله كبيره. بتدخلنا في نتفادى بقى الكلام ده بعمليات تانية خالص. بعد العملية طبعا لابد من اتباع نصايح الطبيب لأقصى درجة. النصايح بتتلخص في ان احنا بنتجنب ان احنا نشيل اوزان تقيلة زيادة عن اللازم. بنتجنب الكحة المزمنة، ان هو واحد يبقى عنده كحة فترات طويلة، او الامساك المزمن. التدخين طبعا هو عموما للصحة عامة، ولكن بالنسبة لعمليات الفتق تحديدا بننصح المريض ان هو بيقطع عن التدخين تماما على قد ما يقدر. بالنسبة لشيل الاوزان التقيلة والكلام دوت، احنا بندي للمريض تقريبا من 6 شهور لسنة يحافظ ما فيش شيل اوزان تقيلة. الفترة دي بتكون كافية ان الشبكة بتأدي دورها في تقوية المكان دهوت، وان بيبقى جدار البطن في المكان دهوت خلاص راجع لطبيعته واقوى من الطبيعي كمان. بعد كده خلاص بنقول له ما فيش اي مشكلة، شيل تقيل واعمل انت عايزه، ما فيش اي مشكلة او ما فيش خوف ان شاء الله من رجوع الفتق مرة تانية ان شاء الله. دكتور ان شاء الله احنا في نهاية الحلقة بنشكر حضرتك جدا جدا عن المعلومات الجميلة ديت، يكاد نكون تفرقنا واتمعنا في حضرتك في موضوعين والاتنين مهمين جدا، موضوع الغدة الدرقية وموضوع الفتق، ودول اخدناهم في حلقه واحده، فطبعا ده طمع مننا من اجابات حضرتك الجميله اللي كانت تكاد تكون افادت معظم المشاهدين دلوقتي. بنشكر حضرتك يا دكتور عبد القادر، وان شاء الله في سلسله حلقاتنا مع حضرتك في الحلقات القادمه لنا لقاء تاني في موضوع جديد خالص عن العمليات الجراحيه سواء بالمنظار الجراحي او خارج المنظار. شكرا لحضرتك ونورتونا. ميرسي يا دكتور. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة مع دكتور عبد القادر سرور استشاري الجراحة العامة وجراحة المنظار.